صباح الخير. مسابقة غذائك صحتك عم بتصير أصعب والتحدي عم بيصير أكبر. كنا 14 صرنا 11 وبنهاية حلقة اليوم رح نصير 9. رح يغادرنا اليوم شخصين والتحدي لليوم هو الميزان. شخصين رح ينزلوا، بس اليوم رح ننزل على حسب نسبة النزول من الوزن الكلي، والسبب إنه نحن معنا أطفال صغار فما بدنا نضل نقارن وزن الأطفال بوزن الكبار. عشان المسابقة تكون عادلة أكتر بدنا ناخد نسبة النزول من الوزن الأصلي. خلينا نشوف هم مين بيتوقعوا بداية ونحكي لهم أكثر عن التوزين. صباح الخير. زي ما عارفين إنه اليوم رح تكون التحدي الثاني، والتحدي اللي أنتوا بتخافوا منه كتير واللي جايين علشانه، واللي هو الميزان. رح كل واحد فيكم يطلع على الميزان ورح نشوف نسبة نزول كل شخص من وزنه الكلي. صار لنا شهرين بالمسابقة، صار لازم نعرف مين اللي نازل أقل. وزي ما دايما بنحكي اللي بيطلع اليوم مش خسران، لأنه الواحد فيكم لحديث اليوم صار نازل على الأقل 10 كيلو، وهذا رقم كتير مهم. بس اللي بده يستمر هو الأقوى، واللي تصميمه أكبر، واللي إرادته أقوى، واللي جاي فعلاً ليحدد هدفه. التوزين اليوم زي ما سمعتوني عم بحكي رح يكون حسب نسبة النزول مش حسب الوزن الكلي. عشان هيك التحدي عم بيصير أصعب أكتر، ومطلوب منكم تشتغلوا أكتر، خاصة اللي أوزانهم أعلى. عمر، مين بتتوقع يطلع اليوم شخصين من كل فريق؟ أعطيني اسم. بتوقع من الفريق الثاني يطلع ماريا، وبتوقع من فريقنا دانيا. فريق الحرية سيرين. سلين. فريق الثاني محمد. أنا بتوقع سلين. بتوقع محمد. بتوقع أطلع أنا، بس بالفريق الثاني بزكي. بتوقع من فريقنا أنا، ومن الفريق الثاني ماريا. أنا بتوقع من فريقي إنه أنا راح أخسر، لأنه بالعيد ما التزمت، ما رحت على الجيم ألعب. من الفريق الثاني بتوقع عمر، لأنه ما حسيت في فرق. أتوقع إنه أنا راح أطلع، أما بالفريق الثاني بتوقع أنتي وجنان إنها تطلع. أتوقع من فريقي إنه يطلع دانيا، ومن الفريق الثاني زكي. أتوقع إني أنا راح أطلع اليوم، ومن الفريق الثاني سلين. بتوقع من الفريق إنه يطلع سلين، ومن الفريق الثاني يطلع جود. شفنا توقعات الفريق، كل واحد مين بيطلع. في منهم صادقين مع حالهم ومفكرين انه هم اللي رح يطلعوا، بس خلينا نشوف هلا التحدي الصحيح ونشوف الميزان مين رح يطلع ومين رح يخلي معنا لاخر المسابقه. رح نطلع واحد واحد على الميزان لنشوف كل واحد شو وزنه. رح ندخل الأسماء بالكمبيوتر لنشوف مين اللي نسبة نزوله أقل من كل فريق، ونشوف مين اللي رح يغادر اليوم من كل فريق. النتائج صارت جاهزة، وزي ما قلنا رح يغادر من كل فريق شخص اللي كانت نسبة نزوله أقل. بس اللي بطلبه منكم إنه الشخص اللي بيغادر يضل مستمر. نحن زي ما قلنا لهلا كلنا ربحانين، بس بالنهاية اللي يبقى للآخر هو اللي فعلا عم يبذل كل جهده، وما بدنا نحط أي حجج. المناسبات العائلية دائما موجودة، والامتحانات والدروس والأيام الصعبة دائما موجودة، ونحن بدنا نحافظ على وزننا وننحف بكل الظروف، سواء عنا امتحانات أو عنا عيد. ما بدنا نعطي لحالنا أعذار إنه نحن نخرب البرنامج أو نطلع منه. رح أحكي اسمين من كل فريق، واحد منهم هو اللي رح يغادر، مش حسب الترتيب أبدا. من فريق الأبطال اللي بحكي اسمه بليز يجي يوقف بالنص هون، ونفس الشيء هون. من فريق الأبطال أقل نسبة نزول كانت لشخصين،
في منهم انتم توقعتوهم وفي منهم ما توقعتوهم بصراحة، بس اللي رح يطلع واحد منهم ليليانا والاسم الثاني وجدان، هاد فريق الأبطال. من فريق الحرية سيلين وزكي. مع انه زكي نزل 14 كيلو ونص وسيلين نزلت 6 كيلو و100 جرام وليليانا صارت نازله 8 كيلو و900 ووجدان صارت نازله 12 كيلو و900، بعرف انه في ايام كانت صعبه، ايام خربشنا شوي الرجيم، بس بدي اياه منكم الاصرار. وقفتكم اليوم ما بتعني انكم طلعتوا، هلا انه اثنين رح يطلعوا اثنين رح يكملوا المسابقه، اللي بدهم يكملوا المسابقه ما بدي ارجع اشوفهم هون، بدي اشوفهم شادين حيلهم اكثر ليضلوا للنهايه للمراتب الاخيره. الوقفه هون ما بتعني انه انت شخص مهزوم، انما بتعني بدك تنتبه اكثر وتشد حيلك اكثر. اوكي، اللي رح احكي اسمائهم هم اللي رح يغادروا، واللي رح ما احكي اسمائهم رح يرجعوا ينضموا لفريقهم. من فريق الابطال اللي كان نسبه نزوله 7.8% والشخص الثاني كان 8.6%، يعني الارقام كثير قريبه على بعض كنسبه نزول. ليليانا للاسف نسبه نزولك هي اللي قل، وانت اللي راح تغادرينا اليوم. ثانك يو. من فريق الحريه النسب كانت بين زكي وبين سيلين، بس زكي هذا الموضوع رح يكون كتير مهم لإلك، انت كوزن عم تنزل منيح بس لأنه وزنك بداية كتير عالي لازم يكون في أكتر شغل وخاصة بالرياضة. اليوم رح تنعطى فرصة تانية ورح ترجع لفريقك. سيلين نسبة نزولك هي اللي قالوا انت اللي رح تغادرينا، بس بدنا نكمل سيلين. اوكي ثانك يو. زكي فيك ترجع بس بدك ترجع بهمة أقوى، وجدان نفس الشيء. لسه قدامنا تحديات كتيرة، وزي ما قلنا عددنا عم بقل وصرنا 9، المراحل الجاي أصعب والتحدي أكبر، وزي ما عم نشوف الجرامات عم تفرق معنا. التحدي الجاي رح يكون لياقة بعد أسبوعين، وبعده عنا كمان ميزان. بدي آخر 4 يبقوا، هم أكتر 4 عم بتعبوا على حالهم وعم بيشتغلوا أكتر. شكراً لكم، كملوا شغلكم أكتر بهمة ونشاط. Thank you.